تتواصل فعاليات النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ. وتأتي النسخة الثالثة للمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي انطلاقا من توجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية. بمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص من خبراء التعليم الفني والتدريب بمختلف دول العالم، جاءت فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي إيديوتيك تحت شعار اصنع مستقبلك، بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ. احنا طبعا ملتقى ومنتدى إيديوتيك السنة دي بينظم للنسخة الثالثة تحت رعاية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ. ده دليل واضح طبعا على اهتمام ومدى أهمية العنصر البشري بالنسبة للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ودوره في تطوير الصناعة. احنا ابدأ بتشتغل في ملف التعليم الفني والتدريب المهني بفكر الاستدامة، وعلشان يكون في تطور في التعليم الفني يواكب التطور السريع في قطاع الصناعة ابدأ شغالة علشان نخلق منظومة وطنية موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر. المنظومة دي تكون قائمة على فكر الاستدامة. إيديوتيك ملتقى بيحصل للمرة الثالثة او للسنة الثالثة على التوالي، وهو ملتقى مهم جدا لانه بيجمع مجموعة كبيرة من الخبرات المصرية والعقول المصرية اللي بتهتم بمجال التعليم الفني والتدريب المهني، وكمان مجموعة من الخبرات الدولية مع بعض. ده بشكل من اشكال الثينك تانك او ملتقى التفكير اللي بنقدر نطلع من خلاله مجموعة من التوصيات اللي ممكن بشكل كبير تساعدنا في تحسين وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. المنتدى يتضمن العديد من الجلسات والورش النقاشية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والدولية للخروج بتوصيات لصالح تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. مؤتمر الإيديوتيك بيبقى يعني فرصة ان احنا نتقابل فيه كجامعات تكنولوجية مع المدارس التكنولوجية والمدارس التطبيقية والمدارس الفنية، وزي ما حضرتك عارف ان احنا يعني في الجمهورية الجديدة طفرة جديدة للجامعات التكنولوجية والتعليم التكنولوجي والتعليم التقني والتعليم الفني بصفة عامة. يعني حاجة ما شاء الله لو احنا ابتدينا نهتم بيها كدولة وكرؤساء جامعات وكوزارة التعليم عالي ووزارة التربية والتعليم هنروح نقلة تانية، لان التجربة الجامعات التكنولوجية والتعليم التقني ما هياش جديدة علينا، ومش احنا مش بنخترع العجلة، كانت موجودة في ألمانيا وفي اليابان، احنا بس ابتدينا. وكويس ان احنا يعني ابتدينا، يعني بدانا متاخر ولكن الحمد لله ان احنا ابتدينا، لان في غيرنا ما ابتداش في هذه التجربه. احنا بنحتفل باحتفاليه وجود اكبر قدر ممكن من المدارس بتاع التعليم الفني، اولادنا الطلبه والطالبات اللي عملوا مشروعات غايه في القوه والجمال والروعه. كمان عندنا تكريم الاوائل للتعليم الفني على مستوى الجمهوريه للسنه الماضيه. كل ده بيتم في خلال يومين ان شاء الله، النهارده وبكره، عشان نقدر نوصل للناس كلها تطوير التعليم الفني وصل لغايه فين؟ ايه المدارس الجديده؟ ايه التخصصات الجديده؟ ايه المسارات اللي تم افتتاحها للولاد في مدارس التكنولوجيا في جامعات التكنولوجيا التطبيقيه وفي الفرص التدريبيه والعمليه لتوظيف ولادنا وبناتنا الخريجين والخريجات للسنه الجايه ان شاء الله. ياتي المعرض والمنتدى في اطار جهود مبادره ابدأ نحو تعزيز سبل التعاون المستمر للاستثمار في العنصر البشري وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمواكبه التطورات العالميه.